بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا عندك، إن شئت جعلت الحزن سهلا. طيب إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعضينا عن موضوع الحمامات السباحة. حمامات السباحة غالبا شكلها بيبقى ريجولر. طيب فانا عشان اقدر اعمل الموضوع ده حساب الموضوع ده مرهق شويه، في طريقتين عشان اقدر احل المشروع زي كده حساب. طيب ده حمام سباحه موجود معايا، خلاص كان حمام السباحه بالمنظر اللي انتم شايفينه. حمام السباحه ده كان ليه منسوبين، الجزء ده 1.60 والجزء ده 65. طيب انا عشان اقدر احل الموضوع ده انا اخد حمام السباحه كده بره خالص وافتح ملف كاد جديد وافتحه واحطه في الصفر. طيب عشان اقدر اشتغل على المشروع ده لازم اشتغل بحاجة اسمها 3D mesh. 3D mesh دي بتقدر تحول اقدر اعمل المشات 3D face بدل ما كنت بعملها زمان واعمل الري، لا دي هي بتعملها على طول دلوقتي. طيب الكلام ده هعمله ازاي؟ انا ممكن اعمل 2 layer دلوقتي، اللير الاولى بسميها وول مثلا، تمام، وديها لون سيان، ودي تانية فلور وديها لون فرضا ماجنتا. طيب ده للحمام السباحة الأول. طيب حمام السباحة الصغير ممكن برضو أعمل وول وأسميه 2 وأدي له مثلا أخضر، حلو، وأعمل حمام سباحة تاني وأسميه فلور وأقول له 2 وأديله لون أصفر وليكن. طيب عشان أقدر أشتغل على الكلام ده أنا لازم أحول الشكل بتاعي الداخلي لجوه لجوه. قبل ما أعمل أي حاجة أنا آخد نسخة من المشروع ده بتاعي هنا وأعمل ريجون لده زي ما هو كده، وأعمل ريجون كمان مع ده، حلو كده. طيب ده معملهوش ريجون، يقفله باوندري هنا الأول، وبعد ما أقفله باوندري اعمل سلكت عليه كله خلاص كده اهو، واعمل انسلكت على الجزء ده وارفعه كده، حلو. طيب انا اول حاجه عايز اعملها عايز ارفع المشروع بتاعي على منسوبين، قلت منسوب 1.60 بتاع الجزء ده كله وال95 بتاع الجزء ده كله. عشان اقدر احل المشكله دي اول حاجه ارفع ال95، اقول له اكستود اي اكس تي انتر واطلع ال 95 بتاعتي. انت لما عملت ريجن، الريجن هو عباره عن سوليد اليمنت، فالسوليد اليمنت لو جبته في الرياليستيك شيب هيبان بالمنظر ده. عشان اقدر احل مشكله السوليد اليمنت دي لازم اعمل قصه لذيذه كده، اعمل اكسبلود للشكل واخد الشكل العلوي بتاع الخزان اللي هو عامله ده واعمله دي كده، بقي عندي خزان الجزء ده. بعدها على طول اقدر بسهوله تامه جدا امسك الشكل ده وامسك برضه مع الشكل ده واخش على 3D tool، والناس اللي مش عندها 3D tool التاب بتاع 3D tool يقدر يخش هنا وشو تابس ويجيب 3D tool. طيب 3D tool حلو، هاجي على قائمه على الريبون بتاعه المش دي ويدخل على البروبرتيز او الاوبشن بتاعه المش. اول حاجه دايما احنا بنشتغلها موستلي كوادز. طيب ماكسيمم ديستانس فروم اوريجينال فيسز دي بتخليها صفر. طيب ماكسيمم انجل بتوين نيو فيسز بتحاول على قد ما تقدر، هي يفضل، هي مش يفضل، هي غالبا يفضل 90. ليه يفضل 90؟ عشان يخلي الانجلز كلها جايه على بعضيها نفس القصه. طيب الماكسيمم اسبيكت ريشيو، يعني ايه الماكسيمم اسبيكت ريشيو؟ يعني نسبة الطول العرض بتاعت الشلاية. طيب انت بتقول نسبة، يعني عايزهم، وانت دايما بتتكلم ان انت عايزهم مربع، طالما كده يبقى انا اخليها واحد خلاص. اسبيكت ريشيو معناها نسبة العرض للطول. طيب انا هخليها واحد. طيب هو كده قسم لي الشلات. طب انا عشان اشوف الشلات اللي هو قسمها اجيب ال 2D واحد، اتفرج كده بالمنظر ده، هو ده اللي احنا عايزين. حلو جدا كده، انت اقدر اقول مثلا خلصت نسبة كبيرة من المشروع اللي احنا بنتكلم فيه، المشروع الصعب ده خلاص.
عشان اكمل بقية النسبة اللي انا كملت فيها. هعمل ايه؟ هاجي اعمل امسك ده وامسك ده بس كده واقول له كليك يمين ايزوليت اوبجكت واجيب الرايت وارسم بولي لاين على الحواف الخارجية بتاعتي. حلو كده، في مشكلة في الكلام اللي انا بعمله ده، دي مش مظبوطة، يبقى ارجع واعمل دي. حلو، اهم حاجة حاول على قد ما تقدر تمشي على النود، زي ما احنا عارفين ان لازم النود يبقى متصل بالنود والايدج بتاع الشيل متصل بالايدج بتاع الشيل عشان يحصل لود ترانسفير. لو انا ما عملتش كده مش هيحصل اللود ترانسفير. خلاص، طيب نقفل على ده كده ونشوف انجليزيا. نجيب ال 3 دي تول ونمسك، بص كده اول ما عملت البولي لاين الخارجي اللي فوق بقي بالمنظر اللي انتوا شايفينه. طيب حلو جدا، اقدر بعد كده اقول له كليك يمين ايزوليت اند اوبجكت ايزوليت وامسك ده كده. ده كده غلط اصلا، انا مش عايزه، واعمل ترم ده كده كده، ده ريجون صح ولا سيركل؟ سيركل، يبقى اعمل اكستند ده واعمل ترم ده. حلو كده، واجي اخد ده كوبي من النقطة دي لغاية فين؟ لغاية النقطة دي، واحمل بعد كده امسك ده وامسك اللاين واعمل لهم ايزوليت اليمنت، ايزوليت اليمنت، واجي بعد ما عملت لهم ايزوليت اليمنت اروح ماسك الاثنين ببعضيهم ومحولهم لريجون. خلاص، بعد ما احول الاثنين لريجون اقدر دلوقتي انا كده اقدر اقول ان انا خلصت المشروع. ايزوليت ان ذا هايد ايزوليت وامسك ده، خلاص ده بقى ريجون. طيب حلو خالص، امسك بقى الشكل اللي انا عامله ده هنا ده خلاص، وارجع بس اعمل اكستند، معلش ده كده خلاص، اسف، اكستند السيركل دي او الديكريم الاول بعد كده اكستند عشان يرجع لي الشكل زي ما كان بالظبط، او لو مش عايز يرجع لي الشكل زي ما كان بالظبط اخد ده كده كوبي ومن هنا واحطه فوق واطلع اعمل اكستند، بس انا اسهل لي ان انا ارجع ده زي ما كان. خلاص، وفعلا ده اللي انا عملته، انا رجعت ده كده زي ما كان. خلاص، وهعمله برضو زي ما عملت في الاول، هعمل باوندري، وبعد ما اعمل الباوندري اعمل باوندري للجزء الداخلي، واخد الباوندري اللي انا عملته ده كوبي احطه هنا واحوله ريجون، وامسك الريجون ده زي ما هو اقول له مول من النقطة دي لفين؟ للنقطة دي. ركز يا ركز، اهم حاجة النقطة تبقى على النقطة. بعدين اروح امسك ده وامسك ده واقول لهم اكس ترو. طيب هو باقي معايا كام؟ باقي معايا 65، اقول له 65 انتر. اجي بعد كده اعمل ايه؟ زي ما احنا عملنا في الاول رياليستيك، هلاقي ان هو قفله كسوليد، اروح اعمل اكسبلود لمين؟ لده، واكسبلود لمين؟ لده، واروح ماسك ده اقول له ديليت، وامسك ده اقول له مين؟ ديليت. بعدها على طول اروح اعمل ايه؟ طيب هو ده برضو عامل له هنا شكل صح؟ واقول له ديليت، انا عايز كله يبقى مفرغ. اجي بعد كده اروح ماسك ده وماسك ده، اسف، ده وامسك ده وامسك كل اللي فوق. طيب انا عايز امسك كل اللي فوق مرة واحدة، اجيب الشكل كده واعمل له من هنا كده كده خلاص، واقول له اجي بعد كده اقول له مين؟ حولهم للمش، كونفيرت تو مش، واجيب الرياليستيك 2D واير فريم رياليستيك، واتفرج بقى على المشروع بتاعي هل في اخطاء ولا ما فيهوش اخطاء. لو في اخطاء وفي ان جوينت مش متصلة بجوينت معناها ان مشروعك غلط، لو ما فيهوش اخطاء يبقى انا شغال صح. طيب عشان اتاكد من الموضوع ده اعمل ايه؟ امسك دول صح؟ انا محتاج دول في حاجة؟ لا. امسك دول؟ لا. وامسك دول؟ لا. طيب هل انا محتاج الجنب ده دي كمان في حاجة؟ لا. اقول له كليك يمين ايزوليت هايد اوبجكت وابدا اتفرج، امسك حبة حبة كده واتفرج معايا، امسك ده سلكت. حلو خالص، وامسك ده بقى ايه؟ خلاص ده بقى ايه؟ element على فكرة. وامسك ده، الله تمام، يبقى ده element. حلو، ده بتاع النص ده وده بتاع السيركل، يعني في element، في 2 elements دلوقتي عندي، element للسيركل و element للجزء التاني. طيب
هبص بقى هنا همسك ده كده، لو قلت له ده ديليت انا خسران حاجة؟ لا ولا خسران اي حاجة. الاليمنت بتاع الجزء ده، الاليمنت بتاع الجزء ده انا مش خسران ان انا حاجة، لو عملت له ديليت لان انا المفروض اعمل له ديليت من الاول. واجي بعد ما عملت له ديليت اقول له كليك يمين كده، كل الاليمنتس واصلة ببعضيها، في نود مش على نود، لا مفيش اي حاجة من الكلام ده، كل النود ماشية مع بعضيها كويس. واقول له ايزوليت in the high in the object isolate، واراجع هنا بقى امسك ايه بقى، امسك النود اول حاجة اراجع تحت تحت، لا متصل النود بالنود، ممتاز متصل النود بالنود. طيب تعالى لي بص هنا، النود فين النود، النود بالنود متصل، ممتاز النود بالنود والنود بالنود كله متصل. هو ده الفكرة والمشكلة الكبيرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها. طيب عشان بقى اخلص المشروع خالص، انا قلت ان انا همسك دول كده هنا، ودول هحطهم تبع مين، تبع وول، وول مين، وول بس. طيب وطبعا دي تبع مين، تبع الوول برضو صح، بس وول واحد. طيب اجي بقى هنا امسك دول اقول له تبع مين، وامسك الابيض برضو من هنا حلو. طيب اعمل لدول لي ايه، لي اوف، وامسك دول وامسك دول واقول له ايه تبع مين، لي مين، وول اتنين. طيب امسك واقول له لي اوف شكرا خلاص، وامسك دول واقول له بعد كده تبع مين، تبع وول، تبع فلور اتنين، وامسك دي واقول له تبع مين، فلور واحد. في مشكلة؟ حلو. هذا 3D، أنا عشان أجيب ال 3D يا جماعة شيفت والرول بتاع الماوس، شفت الرول بتاع الماوس، كليك يمين ايزوليت خلاص اند اوبجكت ايزوليشن. حلو، أنا معملتهاش بالهنا، أعملها باللي اوف. كده بقت المشكلة عندي زي الفل، مفيش أي مشكلة بفضل الله، ونقدر كده نصدر رسالة. دي الطريقة الأولى اللي أنا قلت لك عليها، إن أنا قلت لك إن في طريقتين خلاص، دي الطريقة الأولى. الطريقة التانية هي أصعب شوية من الطريقة دي. الطريقة التانية بتتكلم في فكرة لذيذة جدا شوية، يعني بالنسبة لي أنا شايفها كويسة مش وحشة، إن أنا هعمل المشروع بتاعي على كذا خط. إيه هي؟ الطريقة التانية هي طريقة شوية أكثر ملل. كتب لك الطول هنا 75.325، وبالتالي إن أنا لما بقسم الشيلات بقسمها نص في نص صح؟ صح. طالما قسمتها نص في نص، فإن أنا هعمل ديفايد للشكل ده كام مرة؟ الشكل ده أكيد صح، كام مرة؟ هقسمه على 150 سيجمنت، 75.75، كل 75 متر، كل متر قسمتها مرتين. طيب عشان يظهر البوينتس دي فورمات بوينت ستايل، واظهر مين البوينتس، اوكي هو الراجل عمل لك البوينتس، بس انا بعمل البوينتس ريلاتيف يعني خلاص. بس قبل ما اعمل البوينتس معلش خلاص، هو ده في كام دول، 10 خطوط على بعضيها، يعني خطوط كتيرة خالص. انا عايز حاجه بدول، لا مش عايز ولا حاجه بدول، يبقى همسك ده واعمل انسلكت ده واعمل له اريس. تاني همسك دول واعمل انسلكت ده واعمل له اريس، طيب بس يفضل معايا البولي لاين، واعمل ديفايد تاني اسف خلاص، وامسك ده واقول له 150 سيجمنت، واقول له فورمات بوينت ستايل، واظهر اي بوينت واقول له وامشي على بوينت بوينت في دول وهكذا. امشي حاول تمشي بلاير مختلف عشان ما تتلخبطش انت وشغال. طيب انا هوقف الفيديو لغاية ما، وبكده نقدر نقول خلصنا توصيل كل النقاط دي خلاص، مش عايز البوينت خلاص، امسحها زي الفل زي ما انا عملت هنا، اعمل هنا بالظبط. طيب الطول اللينس بتاع العنصر ده قد ايه؟ طيب عشان اجيب
عشان اجيب اللينس بتاع العنصر ده اقدر اقول امسك ده كده وافتح امر ليست افتحه اجيب المحيط بتاعه. المحيط بتاع الدايره دي 20 73 20 يعني هقسمها قول 21 يعني هقسمها 42 مره يبقى موديفاي خلاص للعنصر ده انتر اسف 42 مره انتر واعمل ريفريش خلاص او ريجنريت اسف وامسك بولي لاين من النقطه دي للنقطه دي للنقطه دي للنقطه دي للنقطه دي للنقطه دي خلاص نفس اللي انا عملته هناك بعمله بالظبط هنا. طيب الكلام ده ليه انا بعمل كده؟ انا بعمل كده لسببين. هو انا عملت له بولي لاين ده حلو انا عادي خالص انا ممكن السبب ما بيقبلش البولي لاين احنا عارفين كلنا المعلومه دي. السبب لما بيقبل بيقبل لاين ما بيقبلش بولي لاين صح؟ طيب المعلومه دي صح. طيب انت طبعا هتعمل ايه حل الموضوع ده؟ حل الموضوع ده ان انا لما قسمت كده معناها ان انا قلت له نقطة النود دي غصب عنك حط لي فيها شيل. طيب هثبت الكلام ده ازاي؟ دلوقتي انا نقطة النود دي هنا صح؟ خدت منها لاين بار. بص كده لما اعمل 3D واجيب الكونفيرت تو بص كده بقي فيها ايه؟ بقي فيها نود. ده مش بمزاجي ده غصب عني. طيب حلو جدا اللي انت عملته ده دلوقتي هنعمل ايه بيه تاني؟ بص بقى انت حولت ده لكده ممتاز جدا. طيب وبالتالي ان انا دلوقتي هاخد مثلا خد كوبي من ده كده وانزل هعمل لده اكسب لوب في مشكله كده فبقى ده لاين وده لاين وده لاين وده لاين. لما هخش بقى على السايب هعمل ايه؟ همسك اللاينز دي كلها زي ما هي كده واعمل لها اكسترود بوينت تو اريا فيها مشكله ولا اي مشكله. طيب بالنسبه للبلاطه البلاطه لما هقسمها هحسبها هقسمها بالبولي لاين اللي فوق ده واقول له كونفيرت تو مش وامسك البولي لاين ده كوبي من النقطه دي كده اهو لغايه النقطه دي كده اهو والتاني كده كده انا عامله فخلاص ارفعه على طول وابقى خلصت. نفس الفكره هنا هعمل اكسبلود لده خلاص وهاخد ده برضه هعمل له بولي لاين هعمل له اسف ممكن بدون بولي لاين او بولي لاين الاول خلاص انتر لده خلاص وراح ماسك البولي لاين ده واقول له كونفيرت تو ايه مش البولي لاين ده مع الحته دي اقول له كونفيرت تو مش اللي هو ممكن اسهل لي خلاص اجيبه من فوق خلاص اقول له بولي لاين باوندري اوكي هنا وامسك ده كده واقول له كونفيرت تو ايه تو مش هيسهل عليا واجيب ده احطه هنا نفس الفكره اللي هنا. طيب ندخل بقى المشروع ده هنا حساب مشروع الجزء ده بتاعنا عساب خلاص اللي احنا تونا عاملينه ده نقول له زي الفل كده هات ساب خلاص كده نمسك الساب 19 طبعا انا مش هينفع ادخل بالملفات دي كلها وهي معموله كده هي معموله مقريه ان هي مش طبعا عشان يقراها 3D فيس لازم اعمل ايه؟ اقول له اكسبلود اكسبلود خلاص في نوعين من اكسبلود في مالتي اكسبلود ان هو يعمل اكسبلود للعناصر كلها لمجموعه بلوكات مره واحده تمام وفي اكسبلود ان هو لازم يعمل البلوك بلوك خلاص فبقت اتحولت لمين؟ ل 3D فيس وهو ده اللي عمال الساب بيقراه. اقدر اعمل له ايه دلوقتي؟ هدوس شيفت كنترول شيفت اس خلاص وعلى الديسكتوب فرضا افتح نيو فولدر جديد واقول له نيو فولدر ده وسيفه دي اكس اف 2000 واقفل المشروع واقول له شكرا جزيلا تمام وافتح عمل حساب فايل نيو موديل ولو عندك
اي مشروع قديم متعرف عليه اللود كومبينيشن والماتريال والفريم سيكشن او اي سيكشنز متعرفها اختار من هنا. بس انا دلوقتي هشتغل من البلانك من الاول، اخد بلانك بعد كده فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف خلاص ديسكتوب نيو فولدر واحد وامسك ده واخش بيه المحور العمودي على محوري العمل. انا هشتغل اكس وواي تمام، يبقى هاخد الزد خلاص. انت هتدخل كل الشغل بتاعنا ما فيهوش حاجه غير الشلات، ابدا رتب نفسك هتدخل بمين ومين ومين ومين، واللي تدخل بيه خش على طول اعمل له اساين تو جروب. هبدا اخش بول واحد بعد كده فلور واحد وول اتنين فلور اتنين، اقول له وول واحد اوكي على طول. بعدها على طول بعد ما يدخل على طول امسكه اساين تو جروب واقول له على طول على طول اد تو جروب تمام. اقول له مين اد تو جروب، اعمل بقى اد تو جروب وول واحد انتر اد نيو جروب فلور واحد انتر اد نيو وول اتنين انتر اد نيو فلور اتنين انتر، واقول له ان انا ده عايز وول واحد اوكي وول واحد ابلاي زي الفل. زي ما دخلت الذاكرة ادوس اسكيب من هنا بحيث ان هو ما يعملش سيلكت فايل امبورت كاد بي اكس اف. بعدها على طول ادخل بمين نيو، بعد ما دخلت بول واحد ادخل بفلور واحد اوكي زي ما هي على طول. اقول له دي فلور واحد ابلاي خلاص على طول اقفل هنا واقول له فايل امبورت كاد دي اكس اف تمام اوكي. هدخل لول اتنين وزي ما هي على طول اروح اعملها اساين على وول اتنين ابلاي، بعد كده فايل امبورت كاد دي اكس اف تمام اوكي. واقول له هنا واقول له فلور اتنين اوكي واقول له فلور اتنين ابلاي. حلو كده، كده انت خلصت كده المشروع بتاعك خالص تمام اوكي. انا بس كل اللي انا عايز اعمله كده تقدر بعد كده تعرف احمال بتاعتك بتاعت ضغط المية وغير ضغط المية، تعرف احمال ضغط التربة عليك وتعمل لود كومباينيشن اول مرة اللي هي مرحلة التست اللي مفيش مية وفي احمال خارجية بتضغط على الحوائط بتاعتك، تاني مرة في ضغط مية بس مفيش احمال مفيش ضغط تربة حواليك، فتعمل كل اللود كومباينيشن اللي متوقع ان هي تحصل. وان شاء الله ربنا يعني ان شاء الله اكون قدرت اوصل لكم المعلومة اللي عندي خلاص. وشكرا جزيلا، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.